بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كلية علوم الطبيعة والحياة ترحب بالطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا، وكذلك أرحب بكم أنا الأستاذ الدكتور ديبوهون مصطفى، مسؤول ميدان علوم الطبيعة والحياة ومتخصص في العلوم الفلاحية وبيولوجيا النبات. سنحاول تقديم صورة عن ميدان علوم الطبيعة والحياة من خلال عدة تساؤلات. أولا، ما هو ميدان علوم الطبيعة والحياة؟ إن ميدان علوم الطبيعة والحياة يهتم بكل العلوم البيئة والمحيط الطبيعي وعلوم الأحياء النباتية والحيوانية وكذا العلوم والتقنيات الزراعية. السؤال الثاني، كيف يتم مسار التكوين في هذا الميدان؟ إن مسار التكوين ككل تخصصات في الجامعة يمر حسب نوعية التكوين. في التكوين الأكاديمي يمر التكوين بثلاث مراحل، مرحلة الليسانس ومرحلة الماستر ومرحلة الدكتوراه. أما في التكوين المهني فيمر بمرحلة الليسانس والماستر. نبدأ أولا بمرحلة الليسانس. تدوم الدراسة في هذه المرحلة 3 سنوات. في السنة الأولى يكون الجذع المشترك للتخصصات، وفي السنة الثانية يختار الطالب شعبة علمية. ويوجد في الكلية 4 شعب نذكرها كالتالي: شعبة العلوم الأحياء المائية البحرية والقارية، وهي شعبة وطنية بامتياز، وهناك وهي شعبة مهنية، و3 شعب أكاديمية، وهي شعبة العلوم الفلاحية، شعبة العلوم البيولوجية، وشعبة بيئة ومحيط. في السنة الثالثة يختار الطالب اختصاص معين، ويوجد 10 اختصاصات في مجمل الشعب. نذكر حسب الشعب الاختصاصات: يوجد في شعبة البيولوجيا 3 اختصاصات، بيولوجيا وفيزيولوجيا النبات، بيوكيمياء، وكذلك اختصاص علم الأحياء الدقيقة. في شعبة العلوم الفلاحية يوجد 5 اختصاصات: الزراعة الصحراوية وهو تكوين وطني بامتياز، وكذلك اختصاص الإنتاج الحيواني والتربة والماء، وكذلك اختصاص الإنتاج النباتي وحماية النباتات. أما في شعبة بيئة والمحيط فنجد اختصاص بيئة ومحيط، وفي الأخير شعبة الأحياء المائية البحرية والقارية نجد شعبة تربية الأحياء المائية. المرحلة الثانية وهي مرحلة الماستر، وبعد الحصول على شهادة ليسانس يستطيع الطالب أن يكمل دراسته في الماستر إن رغب في ذلك، ويستطيع التسجيل في عدة اختصاصات، ويمكن كذلك أن يسجل في اختصاص شعبة الماستر يختلف عن شعبته في الليسانس، وذلك حسب معايير بيداغوجية معينة. ويوجد في تكوين الماستر 10 اختصاصات في مجمل الشعب، نذكر من بينها وحسب الشعب: شعبة العلوم البيولوجية يوجد 4 اختصاصات، وهي بيوتكنولوجيا النبات، بيوكيمياء تطبيقية، وميكروبيولوجيا تطبيقية، ونوعية المنتجات، والأمن الزراعي. في شعبة العلوم الفلاحية يوجد 4 اختصاصات، وهي المراعي وتربية الحيوانات في المناطق الجافة، تسيير الأنظمة الزراعية، وكذلك حماية النباتات والمحيط، وحماية موارد الماء والتربة والمحيط. في شعبة البيئة والمحيط نجد اختصاص بيئة نباتية ومحيط. أما في شعبة الأحياء المائية البحرية والقارية فنجد شعبة تربية المائيات. تستمر الدراسة في الماستر 2 سنين، حيث في السنة الأولى يتلقى تكوين تطبيقي ونظري ويختار مذكرة التخرج، وفي السنة الثانية يستمر في التكوين في السداسي الأول، ثم يتفرغ لمذكرة التخرج ليحصل على شهادة الماستر. والمرحلة الأخيرة من التكوين وهي مرحلة الدكتوراه. في كل سنة وحسب شروط بيداغوجية يتم الإعلان عن مسابقة الدكتوراه، ويلتحق الطلبة الناجحون بالكلية لاختيار موضوع الدكتوراه مع أستاذ مشرف.
وتستمر الدراسة في الدكتوراه 4 سنوات، حيث خلال السنة الأولى يتلقى دروس في تخصص الدكتوراه ويتفرغ في النهاية إلى تحضير أطروحة الدكتوراه. والسؤال المهم في النهاية بالنسبة للطالب، ما هي فرص العمل في هذا الميدان؟ في الحقيقة فرص العمل كثيرة جدا، لأن الطالب يتمتع بقدرات علمية نظرية وتطبيقية تفتح له المجال في عدة مجالات في مهنية، وكذلك أن تخصصاته تسمح له بالعمل في القطاع العام والقطاع الخاص. مجال العمل يشمل عدة مجالات إدارية واقتصادية، منها في البيئة والزراعة والصناعة. من بين مجالات العمل نذكر التدريس في الجامعات والمعاهد العليا ومخابر البيداغوجية والبحث العلمي، وكذلك نجد يمكن التدريس كذلك في المعاهد التكوين المهني، كذلك يمكن للمتخرجين العمل في المعاهد البحث العلمي الزراعي والبيئي، كذلك العمل في مكاتب الدراسات الزراعية والبيئية في مختلف كذلك مصالح الإدارية العمومية من البلدية والدائرة والولاية، وكذلك العمل في مصالح الزراعة والبيئة والمياه والبيئة، وكذلك في شركات متخصصة في إنتاج وتخزين وتحويل المواد الفلاحية والطبيعية، وكذلك في الشركات التي تعمل على معالجة النفايات الصلبة والمياه الملوثة، وكذلك العمل في عدة مخابر من بينها في القطاع الصحي ومراقبة نوعية المنتجات الزراعية والمنتجات المصنعة والمياه، وكذلك إنشاء مشاريع خاصة بدعم من الدولة في مجال الفلاحة كزراعة المحاصيل، تكاثر النباتات، تربية الحيوانات وتربية الأحياء المائية، وكذلك مجال الصناعة التحويلية للمواد الحيوية. لا خير في أمة تأكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تصنع، إن استغلال الموارد الطبيعية والزراعية والحفاظ على البيئة هي من بين الأولويات الاستراتيجية للدولة الجزائرية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني في عموم الوطن وخاصة في المناطق الصحراوية. مرحبا بمحبي علوم الطبيعة والحياة، ونلتقي بكم إن شاء الله في رحاب جامعة قزيمبة. بورك الله.